هاي حي الحدباء، حدباء الأولى. شنو يعني نفايات بالشارع؟ نشكي من هاي النفايات اللي بالشارع، الشوارع مسدودة، ملوثة المنطقة، وكل مرة المنطقة يسوون حملة شباب المنطقة ينظفوها وترجع نفس الشيء. زين البلدية؟ بلدية ماكو، بلدية ماكو، أي سيارة مال البلدية ما تطب هنا. زين ما قدمت شكوى القسم هنا قريب؟ والله قدمنا شكوات كثيرة، راجع البلدية يابا الحدباء ما بيها سيارات نفايات ما تجي، ماكو تنظيف ابد، مستحيل. زين هاي ما سبب لكم امراض قريبه على البيوت؟ اقول لك احنا شباب المنطقه كل مره حملات يسوون ينظفون المناطق وراي ترجع نفس الحاله، هي ماكو سيارات بلديه. والله نطالب البلديه الحكومه المحليه تجي تشوف حل لهاي المنطقه. حدباء شوفون هاي النفايات، شوف هاي النفايات. هاي سايدين المضخه بكل المناطق هذه. انا ساعتها رحت على السكر نفس الحاله، لي جوا ساعتها لي جوا نفس كل مقابل البيوت كان صار مزيه بالها. شو تطالبون؟ اتمنى لو يجون مثل قبل يعني يشيلوه بالشفلات والسيارات، عمال كانوا يجون ينظفون يوميا. لسه انت اقرب بيت على النفايات، ما سبب لكم امراض؟ ما يجي عليكم حشرات؟ طبعا هاي ذبين البيت من تالي اشتريته الدواء مال ما ذبين والله يا اخويا النفايات يعني كثيره هنا بهاي المناطق، ما نطلب الموصل مالنا كلها. وثاني شيء يجونا للبلديه يريدون 5000 دينار مال وصل، كل راس شهر يجي 5000 وصل، وهاي الزبالات مالهم والاوساخ وماكو تنظيف وماكو كل شيء يعني. فيا اخي ما يصير هيك، فلازم يعملون لنا حال، يسوون لنا معالجه لهاي الاوساخ. الاطفال عاد تتمرض، هاي الامراض يعني كثير كثير امراض يصير بيهم الناس، ما يصير هيك. هاي البلديه صار لها 10 ايام ما جيت، جيت نظفت واحد مره واحده من قبل العيد لحد الان مره واحده جيت. هاي صار اكثر من شهر. شو اسمها المنطقه؟ منطقه حي الحدباء سيدي المضخه. صار لها 20 يوم ما حد نظفها، وكل يوم انا اشعلها ونشيل الوسخ بعد هالشكل وما حد جا. شو تطلبون؟ خلي تجي البلديه تنظف. وينهم؟ قاعدين على الكراسي، وينهم؟ ما حد جا لحد الان ولا شفنا حد هنا. هذا محلي؟ هذا محلي، والريحة والذبان شتلنا.